طبعا كابتن شريف، مساء الخير. مساء النور. مساء النور يا معتز. اهلا كابتن شريف وعبد الفضيل، الف الف مبروك. ويعني الحقيقه النتيجه ارضت جماهير الكره المصريه واعادت ليهم البسمه بعد طبعا الاخفاقات. يا ترى شعورك بالمباراه ايه النهارده؟ الحمد لله. يمكن احنا بنتكلم الاول على ان البطوله دي بتمثل الشعب المصري فرحه كبيره جدا، لان هي اول بطوله تخش قاريه تخش مصر. صحيح. لان دي مش موجوده الحمد لله في الخزينه بتاعت مصر خالص. الحمد لله انها تخش دي الحمد لله تمثل سعاده رهيبه للشعب المصري كله، مش جمهور الاهلي بس. فالحمد لله ان ربنا كملها لنا على خير. يمكن ربنا خليها لنا في اخر دقيقه، اللي يبقى الفرحه فرحتين يا معتز. طبعا اكيد كده اقوى بكتير يعني صراحه. ليه بقى ليها طعم تاني كابتن شريف، يعني طعمها في اخر دقيقه بصراحه. يعني انا كنت لسه بقول انه يعني كان دقيقه وكنا هنخش في المود يا بتاع الحزن والاكتئاب اللي احنا كنا بنعيش فيه. بالظبط يا معتز. يمكن حضرتك شفت احنا بدانا، احنا لان النادي الاهلي احنا كلاعبين الاهلي دايما متعودين ان احنا بننافس يعني بنقاتل اخر دقيقه، بغض النظر عن ايه اللي بيحصل في الملعب خارج الملعب. احنا متعودين دايما احنا بنقاتل، واكيد ربنا شايفين لنا حاجه كويسه. كابتن شريف ممكن سؤال بس من ضيفي في الاستوديو كابتن محمد فاروق بعد اذنك. شريف ازيك ومبروك يا شريف. اتفضل يا حبيبي. مبروك. الله يبارك فيك. المجهود النهارده ما شاء الله عليك، يعني اكيد انت كنت في تعليمات معينه طبعا بتواجدك بشكل معين في الملعب، لكن انت خروجك كان خروج تكتيكي ولا يعني ولا اصابه يا شريف؟ لا كان طبعا تكتيكي. يمكن الحمد لله انا خدت حوالي 70 دقيقه او 65 دقيقه، فده انا بقالي كتير جدا ما بلعبش زي ما انت عارف يا كابتن فاروق، لسه راجع بالظبط اصابه. الحمد لله ان انا كنت واخد تعليمات صارمه، يعني ان انا كنا بنلعب ثلاثه بالظبط، انا وسعد ونجيب بنلعب احنا ثلاثه في الاسبوع، يعني ممكن هي سند كده مع موسى ايدان. انا كنت واخد تعليمات صارمه ان انا العب سمعت. انا شايف انت النهارده عملت مجهود كبير يعني، واعتقد ان يعني كلكم كفريق ما شاء الله، يعني المجهود الكبير ده ربنا كلله بالنتيجه او الفوز بالبطوله الاولى يعني لمصر في الكونفدراليه، فالف مبروك يا شريف. الحمد لله يا كابتن، ربنا. شكرا كابتن شريف عبد الفضيل، وتمنياتنا ليك بالتوفيق ان شاء الله. شكرا ليك على هذا الحوار. يا ترى مهيب عبد الهادي معاه مين تاني؟ مساء الخير يا مهيب. الو الو، معاك انا معاك انا كمان مهيب. الخط نجم حسام عاشور ما وقفش. لا معلش مهيب، في مشكله في الشبكه، يا ريت تكرر تاني. النجم الكبير حسام عاشور ده يعني ما وقفش طول ال 90 دقيقه، يعني كان عامل مجهود غير طبيعي النهارده، وهو يعني من اللعيبه يعني الجمال جدا. هتواصل معاك يا استاذ معتز من خلال مصر الجديده. طيب شكرا.